تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أكمل الشريط العددي. لدينا شريط عددي وفيه الأرقام أو الأعداد 100، 150 ونواصل. نلاحظ أن 100، 150 كم أضفنا؟ أضفنا 50. 100، 150 نضيف 50. 100، 150 أحسنتم، 200. 100، 150، 200 نضيف 50 كذلك أحسنتم، 250 صفر 50. 100، 150، 200، 250 300 نضيف 50 جيد، 350 نضيف 50 أحسنتم، 400 نراجع. 100، 150، 200، 250 300، 350، 400، 450 جيد، 500 يمكن أن نواصل، 550، 600، 650 إلى آخر. المطلوب من 100 إلى 500. ننتقل إلى التمرين الثاني، أتمم الجدول التالي حسب المثال. لدينا 693 من جهة اليمين تفكيك، 600 زائد 90 زائد 3. نبدأ بالمئات ثم العشرات فالوحدات، 690 زائد 3 نواصل نفس الشيء، 600 مئات ثم العشرات زائد 40، وحدات لا يوجد صفر، 600 زائد 40 زائد صفر، 547. نبدأ بالخمسمائتين، 40 سبع، 500 زائد 40 زائد 7 مئات ثم العشرات في الوحدات، 800 ثم العشرات 80 وحدات 3. نراجع، 640، 600 زائد 40 زائد 0، 547، 500 زائد 40 زائد 7، 883، 800 زائد 80 زائد 3. المطلوب هنا كتابتها بالحروف. لدينا هنا 693، نبدأ بالمئات، 693 نفس الشيء هنا نبدأ بالمئات أحسنتم، 600 كذلك، 600 ثم ننتقل إلى العدد اللي باقي، 600 و ما ننساوش الوا، 40 600 و 40 نفس الشيء. نبدأ بالمئات، 500 و كم يبقى؟ 47، 47 هنا كذلك. نبدأ بالمئات، 800 و كم بقي لنا؟ 83، 80 نراجع، 640، 547، 883. ننتقل إلى التمرين الثالث، اكتب العمليات التالية عموديا وأنجزها. لدينا عمليات أفقية، نكتبها عموديا وننجز، معناه نجد النتيجة. نبدأ مع العملية الأولى، 237 نكتبها عمودية، 237 زائد 125 نبدأ بالوحدات، 125 ونجمع 7 وحدات مع الوحدات، 7 زائد 5، 7 نضيف 5، 7 8 9 10 11 12.
12 نكتب 2 ونحتفظ بالعشر. 3 زائد 2 نفس الشيء 3 4 5 لا ننسى العدد تصبح 6 ما ننسوش هذا العدد نجمعه. 2 زائد 1 2 نضيف 1 3 نتيجة 362. نلتقي إلى العملية الثانية 311 زائد 285 نكتب العدد الأول 11 والعدد الثاني 5 8 2 ونجمع 1 زائد 5 أو 5 زائد 1 تساوي أحسنتم 6. 1 زائد 8 جيد 9. 3 زائد 2 نضيف 2 3 4 5 نتيجة 596. العملية الثالثة 198 ناقص عملية الطرح 56 نبدأ من اليمين 56 8 ناقص وحدات مع الوحدات نفس الشيء 10 مع 10 8 ناقص 6 إما تستعمل أصابع اليد أو بالوحدات بالأعمدة 8 3 4 5 6 7 8 نطرح منها 6 وشطب 6 2 3 4 5 6 كم بقي 2 8 ناقص 6 تساوي 2 نواصل 9 ناقص 5 نكتب 9 على واقع خارجية 2 3 4 5 6 8 9 ناقص 5 وشطب 5 3 4 5 كم بقي 3 4 1 ناقص لا يوجد 1 ناقص لا شيء أو 1 ناقص 0 تساوي 1 نتيجة 242. العملية الرابعة 476 ناقص 152 نبدأ من هنا 152 نفس الشيء على واقع خارجية نقوم بعملية الطرح 6 ناقص 2 1 2 3 4 5 6 وشطب 2 ممكن أن تغير اللون 6 ناقص وشطب 2 كم بقي 4 نفس الشيء 7 ناقص 5 1 2 3 4 5 6 7 وشطب 5 1 2 3 4 5 كم تساوي 2 نواصل 4 ناقص 1 100 مع المئة 100 4 ناقص 1 تساوي نحسب 1 2 3 وهكذا نجد نتيجة 324 وحدات مع الوحدات العشرات مع العشرات والمئات مع المئات وهكذا انتهينا من حل التمرين الثالث. هذه العمليات تكتبونها على ورقة خارجية وليس على كرة اختبار. الوضعية الإدماجية جمعت كل من وداد وفاطمة وخديجة مبلغا قدره 450 دينارا حيث جمعت وداد مبلغ 130 دينار وجمعت فاطمة مبلغ 210 دينار. سؤال أول أحسب المبلغ الذي جمعته كل من وداد وفاطمة. ثانيا أحسب المبلغ الذي جمعته خديجة. هنا أولا هنا ثانيا نعيد قراءة الوضعية. جمعت كل من وداد لدينا ثلاث بنات وداد فاطمة وخديجة معا عندنا هو جمعت كل من وداد وفاطمة وخديجة معناه جميعا الثلاثة جمعوا مبلغا 450 دينار. جمعت وداد مبلغ وداد واحدة منهم جمعت 130 دينار وجمعت فاطمة 210 دينار. أعطونا كم جمعت وداد وكم جمعت فاطمة. سؤال أحسب المبلغ الذي جمعته كل من وداد وفاطمة وداد مع فاطمة معنى عملية أحسنتم عملية الجمع. نأخذ المبلغ الذي جمعته وداد ونضيف له المبلغ الذي جمعته فاطمة معنى نجمع المبلغين. المبلغ الذي لدى وداد هو 130 دينار نكتب 130 دينار ومبلغ فاطمة هو 210 دينار. نقوم بالعملية عمودية 130 زائد 210
تو سي نجمع 100 عفوا 210 صفر زائد صفر تساوي صفر 3 زائد 1 3 نضيف 1 4 1 زائد 2 جيد 3 إذن وجدنا 304 نكتبها جهة العملية الأفقية دائما العملية الأفقية على اليمين والعمودية على اليسار 304 نجيب على السؤال جمعت كل من وداد وفاطمة 340 دينار لدينا كم جمعت وداد لدينا كم جمعت فاطمة ولدينا كم جمعت وداد مع فاطمة السؤال الثاني احسب المبلغ الذي جمعته خديجة نحسب المبلغ الذي جمعته خديجة ماذا لدينا في الوضعية لدينا أن المبلغ الكلي مبلغ وداد وفاطمة وخديجة معا الثلاثة 450 دينار من هذا المبلغ أخذت جمعت وداد 130 وجمعت فاطمة 210 والمبلغ المتبقي هو الذي جمعته أحسنتم خديجة من أعيد من 54 دينار المبلغ الكلي 130 جمعته وداد 210 من 450 جمعته فاطمة كم جمعت خديجة هو المبلغ أحسنتم المتبقي نعطي الخديجة نعطي الوداد نعطي الفاطمة والذي يبقى هو مبلغ خديجة لما نقول يبقى أحسنتم معناه عملية الطرح نأخذ المبلغ الكلي ونطرح منه مبلغ ما جمعته وداد وفاطمة والذي يبقى هو خديجة نطرح المبلغ الذي جمعته وداد مع فاطمة هو 304 دينار ونحسب عملية أفقية على اليسار عملية عمودية 450 ناقص 304 تساوي صفر ناقص صفر تساوي صفر 5 ناقص 4 نفس الشيء على وقع خارجية 2 3 4 5 أو أصابع اليد 4 كم نجد أشطب على 4 نجد 1 4 ناقص 3 نفس الشيء 4 أشطب على 3 بقي 1 110 نكتبها جهة العملية أفقية ونجيب على السؤال المبلغ الذي جمعته خديجة هو 110 دينار إذن جمعت وداد 130 دينار جمعت فاطمة 210 وجمعت خديجة 110 مبلغ خديجة مع مبلغ وداد مع مبلغ فاطمة أو نجمعهم جميعا نتحصل على المبلغ الكلي وهكذا نظن أن انتهيت من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وإلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.